كريس جوت، السلام عليكم. النهارده هناخد حبه كلمات صغننين قد كده اهو، كلمات احنا واخدينها من الالمان وكلمات الالمان واخدينها مننا. زي ايه؟ زي كلمه تاسه، هما بيستخدموها على انها في فنجان قهوه او فنجان شاي، احنا هنا بنستخدمها على انها طاسه، هما واخدينها برضو من كده. الفنجان لازم تحتيه بيبقى فيه طبق مسلطح كده زي الطاسه. ايه تاني؟ بلوزه، احنا كمان بنقول بلوزه. كلمة تانية كل الناس تقريبا عارفاها، هي نوع من أنواع المخدر، حشيش. حشيش اللي هو الحشيش. في كلمة كمان مكابر، مكابر هما بيستخدموا مكابر على إنها حاجة مروعة، وإحنا بنستخدمها على إنها مقابر، وبرضه هي حاجة مروعة واخدينها برضه مننا. كلمة قاضي، قاضي هما بياخدوها أحيانا، هو طبعا قاضي معناها ريشتر، وكمان بتتقال قاضي، ليها مصطلح كده عندهم بيقولوا فور دين قاضي جيهن، إن إحنا هنروح نعرض بقى القضية على القاضي، يلا كلنا بقى نمتثل قدامه. فقاضي هما كمان واخدينها مننا. وكلمة كمان إحنا واخدينها منهم الكحول، الكحول إحنا واخدينها منهم. كلمة هما واخدينها مننا قسمة، كلمة قسمة ونصيب قسمة، وفي القاموس بيترجموها قسمة اللي هي شكزال، القدر أو النصيب عند المسلمين بيكتبوها كده في القاموس. كلمة كمان احنا بنقول عربية فولكس، هي فعلا عربية فولكس لأن اسمها فولكس فاجن، فولكس يعني شعب، سيارة الشعب، والفولكس كمان احنا واخدينها منهم. في كلمة كمان بنقولها من غير ما نحس، هي برضو منهم، أوتوستراد، طريق الأوتوستراد هو أصلا أوتوشتراسة، أوتوشتراسة هو الأوتوستراد. في كمان كلمة كادر، كادر اللي هو فريق أو مجموعة بتشتغل مع بعضها، خدناها في الشغل وبيتقال عليها كادر في حاجات كتير برضو واخدينها من بعض. وكلمة رباط، رباط جاية من ربط الأسعار. وكمان في سفاري، سفاري احنا كمان بنقولها سفاري. وفي كلمة بدوانا اللي هي البدويين برضو واخدينها مننا. وكمان ايه، في حاجة كمان نص واخدينه هما مننا، شاخ مات يعني مات الملك، احنا بنقولها واحنا بنلعب شطرنج، كش ملك الملك مات، شاخ مات. وفي كلمة تعريف اللي هي تعريفة، التعريفة بتاعت السعر دي واخدينها هما كمان مننا، تعريف. يبقى في كلمات مجموعة مش كبيرة، احنا واخدين حاجات منهم وهم واخدين حاجات مننا. يا رب تكونوا استفدتوا وتكون ممتعة. فيليش باس، تشوس.